كابتن علاء ميوب، الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك يا ايمن، و نتيجة إلى حد كبير يعني هنقول منطقية، لأنك ممكن كنت تكسب أكتر من كده، لكن أربعة أعتقد نتيجة كبيرة جدا، والأهلي يستاهل المكسب لأن هو الأحسن في المباراة زي ما قلت أنا من بدايتها لحد نهايتها، هو الفريق الأحسن في كل حاجة حتى وفاق الصيف كامل العدد، لكن الأهلي كان أحسن النهاردة، الرغبة موجودة وحتة الدوافع موجودة، وكانت النية واضحة من أول مباراة، من كان بس فنية لكن مباراة يعني مباراة ممتعة جدا، مكسب عن جدار واستحقاق، مكسب مطمئن جدا على مباراة وفاق الصيف ان شاء الله نأديها هناك كمان بشخصية النادي الاهلي، وممكن نكسب هناك مفيش اي مشكلة خالص، وفاق الصيف مش هو الفريق اللي ممكن حتى ممكن يضايق النادي الاهلي، الف مبروك لعيبة النادي الاهلي ومجلس ادارها وجماهيرهم، وان شاء الله كده احنا يعني ممكن تقول حطيت يعني رجلي واحدة بس لحد يعني احنا قلنا قدم بس الكورة ما فيهاش كبير طبعا، ولكن على الاقل انت بنسبه كبيره ان شاء الله متاهل للدور يعني النهائي. احنا قدم ونص عشان بس تسافر شويه، احنا قدم ونص الحمد لله. ايوه بالظبط، الحمد لله.